خوت كنتواجدو في سوق القريعة عند الأخ سمير منتج وبائع دجاج البراهمة. خويا سمير الكشاكي شحال البياسة؟ 90 درهم خويا البياسة. 90 درهم تبارك الله ما شاء الله. العمر ديالهم خويا؟ شهر وعشر أيام. شهر وعشر أيام. كاين شي حاجة ديال فيومي هاهي؟ سير أخا سمير ورينا شكاين. فيومي باش يبان لي. مرحبا. في يومي حر شي حاجه مليحه بسم الله. هادو في يومي بعنا ب 40 درهم 30 درهم كما سمعتوا الاصدقاء راه كيبيع ب 40 درهم 30 درهم شي حاجه اوريجينال في يومي تبارك الله. شحال في العمر ديالهم خويا سامي؟ 12 يوم. 12 يوم تبارك الله تبارك الله. هو 4 بياس صاحبي 30 درهم بياس غير هادشي اللي عندك اسامي؟ بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أصدقاء كنتواجدوا في سوق القريعة. هادو جوج دكور دجاج البراهمة خويا كمان هاد البيض شحال؟ 250 هذا 300 هذا البيض 250 درهم وهذا الكولور 300 درهم قد في العمر شحال شحال عندهم هذا 6 شهور في العمر ديال دوكور الرقم ديالك ديال التليفون تقولوا 06 29 صفر جوج 88 أصدقاء اللي خاصو دجاج البراهمة دوكورة هو السيد خلى النمرة ديالو اللي بغا يتواصل معاه الله ييسر لكم الأمور. سوق القريعة الدار البيضاء هذا